هذا واتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف القيادة الأوكرانية بقمع شعبها، مشددا على أن العمليات العسكرية التي شنتها بلاده جاءت لتخفيف الوضع الإنساني الصعب في إقليم دونباس. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حيث اتهم لافروف الغرب بتطبيق ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الأوكرانية، مشيرا إلى تجاهله الحصار الاقتصادي والتجاري لدونباس. كما أكد لافروف أن واشنطن تستخدم أوكرانيا كأداة لردع بلاده. نحن كنا مضطرون لأن نتخذ على عاتقنا بإمداد الدنباس بالمواد وفتح القوافل الإنسانية، وأوصل أكثر من 100,000 حمل إنساني، منها الأدوية والمواد الغذائية والسلع الضرورية وغيرها. وبالطبع بأنه مع الحفاظ على هذا الحصار غير الإنساني ومع الإهمال الكامل من قبل الدول الغربية، وحتى كنا قد اتخذنا إجراءات لتخفيض الوضع الصعب لسكان الدونباس، أكدنا على دعمنا جمهوريتي دونيسك ولوغانسك في سعيهم لتعزيز استقلالهم وحماية حقوقهم، وأول حق هو العيش على هذه الأرض وأن يكون لديهم تقاليدهم الثقافية واللغوية لمنطقة الدونباس التي كانت مبنية لعقود ومئات السنين والتي حاولت السلطات في أوكرانيا نسفها.